ربما لهذا السبب لم تكن لبصمتي صنع في إيران دمغة في محاولة اغتيال الكاظمي كما هي العادة في استهدافات الحوثيين من اليمن على منشآت مدنية في السعودية مثلاً، أو حتى تلك التي نفذتها إيران مباشرة من أراضيها أو من الأراضي العراقية بإطلاق 25 مسيرة على أرامكو في سبتمبر 2019. هذه المرة البصمة تجارية معدلة. كيف؟ في المفهوم التقني العسكري، مسيرات دول يوز أو ذات الاستخدام المزدوج تكتيك يجنب انكشاف المنتج والمستخدم معا. هذا نظريا طبعا، اللعبة مكشوفة هنا. بذات الطريقة استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء مرارا، ومن يقف وراء هذه الهجمات لا يخفى على أحد، الفصائل الموالية لإيران. محاولة اغتيال الكاظمي بدأت من مسافة 12 كيلومتراً داخل بغداد شمالاً، تحديداً من منطقة الكريعات خلف المنطقة السياحية. من نقطة الإطلاق إلى القصر الرئاسي داخل المنطقة الخضراء الممتدة فوق مساحة 10 كيلومترات مربعة، المسافة قريبة لاستخدام هذا النوع من المسيرات وإن كانت غير متطورة. المؤكد أن هذه المسيرات سواء كانت تلك التي تعمل بواسطة البطاريات أو التي يتم توسيع خزان وقودها لإدخالها في الأنشطة العسكرية تحمل كاميرات. لولا ذلك لما تمكن مسيرها من تحديد منزل الكاظمي بدقة بين مجمع القصر الجمهوري والالتفاف أيضاً على منطقة التحصين الأمريكية بمنظومة سيرام داخل المنطقة الخضراء والبالغ قطرها 3 كيلومترات حول السفارة الأمريكية. من لديه كل هذه التفاصيل؟ من استهدف المنطقة سابقاً؟ ومن له مصلحة في إزاحة الكاظمي من المشهد السياسي؟ كثر على رأسهم ربما من توعده ليلة الجمعة في 5 نوفمبر، وحتى من توعده على مواقع التواصل. أيها الكاظمي بما تستحق من وصف، اسمحها من شروب أصيل. أسد وعنا وراك أسد. دم الشهداء، دم الشهداء، دم الشهداء.